الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا لأيدين والسلام إلى الباجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنمنت إن شاء الله تعالى وحار وإناك بحي الشرح دعادي وإهد. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا يشرح ربي وإناك بحي دعادة مركة روحاوري إمام مسلم رحمه الله تعالى أياوري ولما ذو حيدة هين. وهذا الدعاء شامل لأربع مطالب عظيمة. دعانا ودعاء شامل أفر أخينو آدوا وين أيوكو ويدينا لا غنى قفو البو كدير توما هبا يراتين مجرتو تن أغوه الرئيس وحا إله ويدي سنيسا هنونا ويدي سنيسا ووح والبو وح أغوه الرئيس قفو مسلم كلوبا هاي إنو ويدي ستو هدو إلهي كهنوني وحكاما قن هبا يراتين مجرتو قفا نونسا خير كالدنيا إتن آخر الوغوه نونينا تاسو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوين كسرنا دارة حبا اللهم إني أسألك الهدى اللهم إني أسألك الهدى بل وحكى سيدنا سورة الفاتحة مالين تضبئ تومر أقرنا تضبئ تومر وحاك وجر سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين انت سمر كاتر يا محل هذا مركب إله وحوليه انت سني أدونك ينا يلحي ساي حدنا أدونك وحو ويدي سنسينا وحوه الرئي ويدين يسمى الحوى مركا اهدنا الصراط المستقيم إلهي ونغهنون وضد صح ذا مركا هدى وارنت أغمهم سنوقفك لو باهين إلهي ويديستو هدو إلهي كهنون يعني قفو حتى يقانا ماشو أسعضا وقالوا وهنون معنى الحوى ماشا أسعتد واتقانا ملو ميسد وضد هذا واستقانا واسعتاي وهنون سنتهي جنة يا أسعتاي الدنيا ماشا صح ذا أسعتاي وقف هنون سنتهي هذا فور اكزامبل هدان كوسي هدان كودو غوري هبل تاكا ما غوري غاستا كان كودو هدا تا قانيدو ودد ا تا قاني توسا او تويسا مدو ميسي توسا او سوت غوري غا تاغيسا لكن هدادن اقونن هدا جي بي اس ادن هيسنين مركا وحا واي ميلا كبحث ما تقاني مركزنا وعد مركز داهيتان كا بدنا لكن دا جي بي اس هيستيت على طول هو غينا اما هدا تا قاني سو دعاده هدا لو هنونيو واتغيسا هدا مركز الهي ويديسني سيدنا الهي سبحانه وتعالى نو كو هنونينا إذن حلو بها هي قفك إنه دعاء بتصل له بها اللهم إني أسألك الهدى هدى أعظم ما وح أقوه إنه إلى قفك ابن آدم كلو يدي استوى شيخ محوي رحمه الله تعالى أصل الكلمة عن وح أقوه إنه قفك مسلم كلو بها هي إنه مركز إله ويدي استوى حواي هدى هنون وإنه ويدي استوى هدو إله كهنوني وحكام قن هبيراته مجرته العفاف هدى وحاكو حيوة مركة تقى إنو إله سبحانه وتعالى كالي قف تقيه قف إلهي كبقى وعني هيسا تقي تقوى وحاوي حاجز واي أديق إيوحا كبقي سيد لحظة إنا حاجز لكت وحا إنا ودو حيسي سيد فور إزامبل قرية يهبين كي واحرة ومحا كبقي سيد توقى كحبس أكبقي سيد أمن لغو سوقر سو البابك وحوكو يه حاجز واي وحوكا إلالنا شرطي لبكي كسو قليسوكا إلالنا سو تاسوى معنى هذا مركة تقى وحاوى إنا لحدكتد أذيغا إي وحا كبقيس لحظة إنا حجابك سميستد أذيغا نارتا كبقيس أذيغا إي نارتا لحظة نارتا إي أذيغا لحظة لحظة إذين وحيد ويدادين لحس وإنا حاجبك ديد حاجبك سنمحاوى والله أرموه وحيل وأمرين إنا سميست وحيل لغار هيبين إنا كربتونا تدوال مركا هدى معنى هذا تاسوى إي تاسوى إله لويديس اللهم إني أسألك الهدى إله إهنوني ومن يهدي الله فما له من مضل هدو إله سبحانه وتعالى كهنوني قف كل من كرو ماله من يهدي الله فهو المهتدي قف إله هنوني قف كسبا هنوسا إله مرك وحو قف وحنونين وإله إله ويدي سنيس مرك وحلد اللهم إني أسألك الهدى مركز إله وحو ويدي سنيس هنوك ويدي سنيس اللهم إني أسألك الهدى تلا بعد وحو تقى تقى وحو إنه إله سبحانه وتعالى كإله لي أذيك إيوه نار تلحدينا إنه حاج دقو ستار إنه دقو درب وين إنه رحلي أذي نار أودن إس أركين واي تزد هذا ويدي سنس إنه حاول عفاف إنه إله عفيف كاديو قف قصو شيخ إيه أو دين تيقانو أيه وحال لقيا وحال لقار كود إنه فرح لقلا إشي سنة دور سنة لقيا زين إنه قال لقيا مرك لا يحاول ويدي سنس عفاف أو ويدي سنس إنه كاديو قف عفيف إيه أو كدور سن وحول ب زين ذا كدور سن ميل حرام كدور سن حول ذا حرام كدور سن إله قف عفيف وشرفتي إلى شنطة هاي الدنيا آخر بإله سبحانه وتعالى إليك وأرنا ذو قيمة بعضهم وتدقر كذا وحار كيسا شرفت هذا وميل حنا إسا جرت شرفتي مروح على شيء أما وح لقوا بين أبورت هالنقطة أما وح وسمي وح لقوا ضري هالنقطة أما وح وسمي لفتر كذا بهالنقطة مركي لا وح ودي سنة إله سبحانه وتعالى كله رؤيا ودي سنة اللهم إني أسألك الهدى والتقى عفاف إله قف عفيف إيه قد إيه لا ذهي
تن أفراد ويديسن نحو غني إنو كادي إلهي غنى وحوى إنو كادي إلهي غني النفس إنو كادي رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي إلهي وحوج عليه الدونك تقي إيه غني غني إيه dadkana ka dhowrsan oo istustusiin dhihiino dadka xabadkiis banaanka uu soo dhigeen iska dhigeen nin xoolo oo kibra iska dhigeen kul ninka mutawaadica oo xoolaha leh ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jecel yahay idan waxa loo baahan yahay qofka ducada markas inaa weydiiso waa duca jaamic waaye kalaam nabi sallallahu alayhi wasallam waaye shalitaan kasoo sheekeeyey marka detailka wax badan oo detail ma jirto intii shalna waa soo geliyey marka waxa uu allahumma inni as'aluka alhuda ilaahu waxaan ku weydiistay hanuun aan ku weydiistay ko tuqa aan ku weydiistay عفافا كوي ديستي غنى هنون وكوي ديستي انت سالو باهي مركز دعا ده مركز تكو دعويسو غورمال ودعويسان كرا ولا على قار كودا مركز تكو دعويسو كرت سجود كو دعويسو وقتي دعا ده مستجابة تكو دعويسو مركز سجود ستين دوا كلمة ده كده هي افسو مواليا كو دعويسان اي او دعا ده نوكال كو دعويسو ودعا قابن وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقابن الدنيا اخر لنا ويكو ده اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سجود كو دعويسو وقابن تاي waxaa kale oo ku duceysan kartaa salaada farad gadaasheed duceynku waa la aqbalaa salaada farad gadaasheed idan waa la aqbalaa waxaa ku duceysan kartaa aadaanka iqaamada intuu dhexaysa ku duceysan kartaa thuluth al-akhir markaas uu kaada ku duceysan kartid allahumma inni as'aluka al-huda wa at-taqa wa al-afafa wa al-ghina ku duceyso intaas waa markmiini kale intaas aan rabay maanta walaal qarkood aleh noo soo gal intaas aan u soo gal jazakumullahu khayran